إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. Soy Cristian, me llaman el Tropa, somos de Libertad, venimos del equipo de Farco y la verdad que nuestro tiempo aquí en Tangi ha sido espectacular. Ha sacado buenas piezas, como hoy hemos sacado una yesna de creo que 40 y pico kilos y muchas pargo, muchas amas. Y veremos cómo quedamos en el puesto. Smithy Tayyib Bouhlal, de Bajera Mariam, de Zawraq Mariam. والاكيب ماي ماي انا احنا اربعه بينا في الاكيب وشاركنا في مسابقه انترناسيونال ديال جيكين. الحمد لله البارح كان نهار مزيان مفوق مزيان واخا كانوا لي كونديسيون صعب شويه واليوم الحمد لله لي كونديسيون احسن من البارح ودرنا الحوت مزيان الحمد لله وكنشوف اصدقاء كاملين داروا الحوت مزيان. احنا دابا شاما وبوراسي وبارح صدنا باغار وشاما وبوراسي وكان الدراري صادوا باديخو كاين ميروس الحمد لله كاين تنوع كاين لي بوسون كاين الحوت اللي كيعطيوه لواحد الكويفيسيون على حسب النوع ديال الحوت كيتعطالو ان كويفيسيون والوزن ديالو وباك كيتنقط كل زورق وفي الاخر كاين واحد كلاسيفيكاسيون ديال الزورق كاملين وان شاء الله نكونوا في احسن السلام عليكم. احنا بالنسبه للجنه التحكيم عندنا معايير اعتمدنا على قانون دولي اللي كيعتمدوه جميع المسابقات الدوليه والعالميه. دونك عندنا الحوت اللي ما كيقلش على 2 كيلو من غير جوج الانواع اللي هما بوراسي وسان بيير اللي ما كيكبروش بزاف وهادي تبقي عندنا كلشي فوق 2 كيلو وللاشاره هذا الحوت هذا ان شاء الله اللي صادوا هاد الناس هذا كامل غادي يمشي للجمعيات الخيريه وهذه لان حنا المبدأ ديالنا ديك الصيد الرحيم يعني وهذه باش كنحافظوا على الثروات ديالنا البحريه ان شاء الله وكل شيء دايز مزيان كل شيء في امان الله زعما ان شاء الله تكون مسابقه معايير عالميه وكنتمنوا تنجح والنسخ ان شاء الله اللي مازين غادي يكونوا اكثر من هذه ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.